السلام عليكم. يونسي الشو مستشار جماعي ديال ولاد بوبكر دوار ازعومن. حنايا جينا هنا اليوم كنعانيو من واحد التعامل ديال المجلس الاقليمي كيعين شي مشاريع في الجماعه ديال ولاد بوبكر وكيقصي جميع الدوائر يعني باستثناء دوارين اللي كيستافدوا. حنا نطالبوا يعني حنا عندنا فك العزله على الدوار ديال اللي كيعاني جوج كيلومتر يعني كنعانيو منها. الساكنه كتعاني شكينا مرارا وتكرارا. حنا الصوت ديالنا بغينا يوصل للسيد وزير الداخليه والسيد عامل الاقليم والصاحب الجلاله نصره الله يعني. وبالمناسبه كاين واحد الدوار اخر ديال دوار اخولات اقرب كيعاني واحد المعاناه كبيره. 4 كيلومتر ديال الطريق كيعانيو منها وكيتفاجئوا كيستافد الدوار يعني ينقسم على اثنين كيستافد وهما ما كيستافدوش. يعني هذا الشيء راه غير منطقي هذا الشيء غير منطقي. وحنا كنطالبوا يعني بتسويات يعني الحاجه ديال المجلس الاقليمي اللي غادي تجي يمنحها للجماعه القرويه ديال ولاد بوبكر. والمجلس سيده نفسه هو اللي غادي يعرف اش يعني هو اللي غيعرف الاولويات والحاجيات ديال المواطن. وهذا الشيء اللي كنطالبوا به. وحنا كنعانيوا واحد المعاناه كبيره جدا والصوت ديالنا بغينا يوصل لصاحب الجلاله نصره الله عاش الملك. السلام عليكم. محمد المرياوي عضو في جماعه بوبكر. حنا كنطلبوا من المجلس الاقليمي يعني طلب واضح. يعني حنا دوله مؤسسات ماشي دوله اشخاص. دابا المجلس الاقليمي كيعطي شي حاجه الا عطى شي حاجه كيعطيها لاشخاص يعني. وحنا اللي يعني الا استفاد واحد والاخر ما استفادوش يعني على ظهر الجماعه يعني مصالح كتدار وكتعطى الجماعه جماعه بوبكر. ولكن بين قوسين لشخص واحد غير هذا الشيء اللي احنا يعني ما متفقينش عليه. الى شي حاجه جات تجي لجماعه بوبكر احنا نشوف ذاك الساعه نشوفوا الاولويه شكون يستحق ذاك الشيء. ماشي شخص واحد كيجي ذاك الشيء وكيحطوا فيه ما بغى. يعني بالنسبه للطرقان احنا الحمد لله يعني لا ها من الولايه تقريبا الولايه كامله ومجلس الاقليمي ما عمره عطى شي حاجه يعني مهمه لجماعه بوبكر. كيعطي الاشخاص يعني لشخص واحد مثلا يعني ها المشكل ديالنا احنا فقط يعني هذا هو المشكل. ليك السي بوش تفضل. السي بوش اسره مستشار جماعي. انا احنا كنطلبوا السيد رئيس المجلس الاقليمي يدخل في هذا الشيء. هذا 2016 عطى 100 مليون مشات 2017 عطى 200 مليون داها التواريت. عندنا هذيك التواريت ما عندنا ما نديروا بها. عندنا الطريق ديال التواريت خصنا الضواوير. راه عندنا واحد الدوار ولاد الثانوت راه تما منين ضرب الشتاء هما راهم في الدار ما جاوش للسوق. وكنطلب السيد رئيس المجلس الاقليمي والسيد العامل يدخلوا في هذا الشيء هذا. وشكرا السي معزتي.